لا شك أنه توجد حريات صحفية في موريتانيا، لا شك في ذلك، ولكن هذه الحريات الصحفية ليست منة من الحكومة. هذه الحريات الصحفية هي جزء من الحريات العامة التي ورثها المجتمع الموريتاني عن طبيعته الصحراوية وغياب الدولة المركزية في تاريخه الممتد. ولذلك قياس موريتانيا هنا على الدول العربية أو المركزية القوية التي كانت السلطة عبر العقود الماضية تتحكم في الإنسان فيها، سواء كان صحفيا أو مواطنا أو حتى سياسيا، وقياس مع فارق. ولذلك حتى الحكومة لو أرادت أن تؤمن الحريات العامة، أشك في أنها يمكن أن تفعل ذلك، لأن الإنسان الموريتاني بطبعه الصحراوي من الصعب جدا أن يتم التحكم فيه، كما أن الآليات لدى الدولة غير متوفرة للتحكم الكامل في المشهد. ولذلك ما تحاوله الآن هو في جزء منه بكل تأكيد عملية إصلاحية، لا شك في ذلك.